أستاذ أبو مالك مدير إعدادية والآن رئيس مركز القاعة المغطى. العملية تتم أولا كنستقبلوا التلامذ من خلال سميتو التباعد كي يلتحقوا بالقاعة ديالهم. الأساسي ده كيلتحقوا بنا هنا في القاعة. هذه القاعة هي بمثابة المركز ديال الامتحانات. وكذا تشوفوا هنا الأساسي ده اللي كيدخل كياخذ أولا الباج ديالو كيدير عملية تعقيم أولا عملية ديال ضبط الحرارة كياخذ الباج ديالو كياخذ الواقي وكياخذ البافت. صافي تتم هذه العملية وحنا الآن في انتظار بإذن الله ما توصل الوقت باش نديروا عملية فتح الأظرفة على اساس انه باش يلتحقوا ان شاء الله مع قل قسمين يكونوا الاساسيده في القاعه الكبيره ديالهم باش العمليات الامتحانات تبدا ان شاء الله مع 8 ان شاء الله. باقي لنا لحد الان باقي لنا تقريبا شي 10 دقائق باش عاد نبداو هذه العمليه ان شاء الله. الثالثه وهي توزيع الاظرفه واوراق التحرير على الاساسيده المراقبين. داخل المرافق اللي كيرافقوا اوراق التحرير كاين وثائق كيتكلفوا الاساسيه باش يعمروها. الوثيقه الاولى هي مطبوع الاجراء وهي كيف ما تمت العمليه ديال الاجراء. وهنا الورقه خاصه بالتوقيع ديال التلاميذ من بعد كيسلموا ورقه التحرير ديالهم كيسلموها للاستاذ المراقب. دونك كل استاذ غادي ياخذ على اللجنه وسلم. دونك كل استاذ غادي ياخذ على حسب القاعه اللي عنده. هو خاص بعملية الفتح والحظر وهو مختلفة الحظر في موضوع الامتحان القاع هي العملية غادي نكملو دابا. تلاحقوا السلام بالأماكن ديالهم والاستاذه غادي تقوم بعمليه فتح هذا الطفل باش تتم عمليه التبليد. نعم الاستاذه غادي وغادي تطلب بلا ما تجبد الاوراق كامله غادي تطلب الماده المعنيه اي باش تتاكد